يا غالي كل شيء تتحسر عليه في الدنيا ما في مشكلة اتحسر عليه، بس الحسرة الكبيرة التي لا ترجع بعد ذلك هي الجنة. الآن في الدنيا أخواني إنسان إذا ما نجح في الدراسة ممكن في دور ثاني، إنسان إذا ما نجح في الدراسة في الدور الثاني في عادة سنة ممكن ينجح، بس إذا حرمت الجنة والله يا أخوان ما في دور ثاني. الله عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا شيخ نايف الله سبحانه وتعالى سمى هذا الفوز الفوز الكبير. يا الله الفوز الكبير يا شباب اللي ما بعده فوز يا إخواني الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. يا الله فوز كبير. قبل ما ندخل الجنة والروح نغوص في أبحار بحور الجنة يا أخي تخيلوا يا أخوان تخيلوا يا أخوات إحنا في يوم القيامة انتهى الحساب وعرف أهل الجنة أنهم في الجنة وعرف أهل النار أنهم إلى النار. أخذت كتابك بيمينك وعارف إنك الآن إلى الجنة كيف فرحتك؟ فيقولها اقرأوا كتابيا فيقول هاؤم اقرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضيا في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ما يصور مقطع سناب الله من الفرحة وقوة الفرحة ما ينزل صورة في الانستغرام لا يمسك الكتاب وينادي ينادي ها ومقرأوا كتابي أبشركم أخذ كتابي باليمين هو الجنة. ما حد يقدر يلومه ما حد يقدر يلومه والله ما حد يقدر يلومه. هذه فرحة عظمى فرحة كبرى رايح للجنة. اللهم اجعلنا ممن يفرح هذه الفرحة قولوا آمين يا شباب فرح عظيم وانت رايح للجنة. يا الله اللهم اجعلنا من أهلها اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة.